مسابقة ميس إيجيبت من أهم مسابقات الجمال في مصر اللي بتختار الفتاة المثالية على مستوى الثقافة والأخلاق وكمان الجمال. السنة دي 250 فتاة شاركوا في التصفيات الأولية عشان يختاروا منهم 20 فتاة فقط، وفي نهاية المسابقة يتم تتويج الملكة. تعالوا مع بعض نتابع ونشوف إيه اللي حصل في التصفيات الأولية للمسابقة. يسعدني أن يكون معايا القمر المتألقة دائما دولي شاهين، بقول لك من وراء الدنيا كلها كالعادة. الله يخليك، ميرسي. وطبعا يعني من وراء ميس إيجيبت، وانت عضو لجنة التحكيم مش كده؟ اللي شجعك بقى انك تشاركي في لجنة التحكيم؟ لا حلو، موضوع حلو. ميس إيجيبت ده لقب مهم جدا صراحة يعني، وانا لما كلموني تحمست يعني. حلو، وما فيش اهم من كده لقب صراحة يعني. في كل لقب ملكات الجمال، ملكة جمال مصر ده اهم تايتل، فبالنسبة لي تجربة لطيفة. بس شاركتي قبل كده في مسابقات مشابهة؟ ملكة جمال مصر برضه. ماضية معاهم بقى احتكار. لا لا، بس يعني هي صدفة، وانا فعلا بحس ان هو ده اهم لقب صراحة يعني. طب قولي لي المواصفات اللي انت حطها بقى لنفسك في اختيار المتسابقات اللي هيفوزوا بإذن الله، ايه؟ 1 2 3 يعني. بص، اكيد 50% الوش والجسم والطول اللي هي المواصفات الجمالية، و 50% الذكاء. الذكاء والطموح هو ايه يعني. اكيد في بنات بتبقى جاية شايفة ان اللقب ده هيدلها حاجات، وفي بنات بتبقى جاية شايفة انه هيبقى 50-50، انا حدي ايه وانا هاخد ايه. فانا بحب الناس دي اكتر. بتحسي البنت هدفها ايه من وراء الاشتراك في المسابقة؟ من عينيها كده، من دخلتها، من ردودها على الاسئلة؟ يعني هو بيزيكلي بيبقى الرد يعني. قد ما تبقى البنت ذكيه، لو هي مش حاطه هدف بيبان انها مش حاطه هدف يعني. لو هي عايزه تستغل المسابقه لحاجات شخصيه او ليها او لشغلها بيبان على طول. انما اللي بيبقى فعلا عندها حاجه عايزه تقدمها وحاسه ان الموضوع لازم يبقى موتشوال، ان انا هخدم ايه وانا هاخد ايه، ده بيبقى دي اللي انا بحبذها يعني.